هي قطرات من المطر تكفي لتحويل حي ولاد موسى الشرقية بالعطاف إلى برك من الوحل والطين تصعب مسير المركبات والراجلين في ظل النداءات المتكررة لتهيئته، إلا أنه لا مجيب. كيطيح الشتاء بالبوط وما تسلكش، لازم ترفد وليدك وترفدو وبعد تخرجوا في الطريق تديه با يروح يقرا. رانا مراسلين رئيس الدائرة ومراسلين رئيس البلدية بالوثائق، رانا ما نهدروش بالبيان، بالورق راه ما عندناها مين هنايا، بصح لا حياة لمن تنادي. كاين اللي رايس كنا هنا من 76 لافات يوم ماركا حضاري ماركينو طابية تريسيتي مكاش الماء مكاش كلش عود كذيبة. معاناة السكان هنا لم تقتصر على تهيئة الطريق، تجمعات سكانية بدون عدادات كهرباء، مشروع التزويد بالمياه لا زال يراوح مكانه، بينما يظل آخرون ينتظرون شبكات التطهير. من 2007 وكاين اللي ساكن من 95 ما عندوش ريسينتي، وبالرغم رحنا عند الوالي عند رئيس البلدية عند شاف دايرة بدون جدوى. كي رحنا للدايرة شكينا على الماء قالنا بلي يا ودي المقاول ما حبش يكمل هذا البروجي، عندنا عام اللي رانا ملي راه راكب الماء نشروه ب 100,000 ونشروا جريكة تاع 20 لتر تاع 10 ب 5,000. فتح وتعبيط المسلك من اولاد موسى الشرقية جنان بن الشيخ الى حي 8 ماي 45 قاعة العلاج. تم اقتراحه فيما يخص المشاريع المخططة بداية تميل لسنة 2021 في انتظار ان شاء الله التسجيل تاعو. لجنة تتكون من المصالح التقنية لمعاينة هذه السكنات، وهي اللي تفصل في التسليم هذه العدادات الكهربائية. مشروع الماء صالح للشرب أنها تم المصادقة من طرف المجلس الشعبي البلدي على الملحق الخاص بإتمام الأشغال. هي حصيلة الاهتمام بمناطق على حساب أخرى جعلت الظل يكسو أحياء من المدينة بعدما صنفت حضارية على الأوراق، أما في الواقع تسجل غيابا تام لأدنى ضروريات العيش الكريم.